إذن متابعينا، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة وسرور ونور بطاعة الله وبهدايته إن شاء الله. مبارك عليكم شهر مرة أخرى، نقول لكم وكل عام وأنتم بخير وعودة مجددة لكم، ولقائنا يتجدد دائما ودوما على الشاهد أو على تلفزيون الشاهد. طبعا في البداية نذكركم بأرقام البرنامج، ظهر أسفل الشاشة حرف الإتش أو حرف أو حرف الهاء على زين 93312 وطنية 1521 أو فيفا 50129. أما بالنسبة حق أهلنا في السعودية وحبايبنا ما عليهم إلا أنه يرسل أيضا حرف الإتش أو حرف الهاء على موبايلي 6305 أو STS على 852246. هدايانا قيمة، وعلى فكرة يوم عن يوم قاعد تزيد الهدايا بفضله. نرد نذكركم راح تشوفون ويانا طبعا الأغاني، تختارون أغنية من الأغاني تلعبون ويانا، اللي هي طبعا يعني يكون كلمات كويتية قديمة أو أمثال أو قطاوي أو ألغاز أو قطاوي أو أدوات صور كويتية. إذا متابعينا حبايبنا ما نطول عليكم، وعلى ما أعتقد أن أول اتصال عندنا جاهز. نواف بنيف، هلا والله أخوي، شلونك؟ بخير الله يسلمك. شخبارك؟ والله تمام. والله شلونك ويا رمضان؟ والله ماشي حال الحمد لله بخير. الحمد لله. كم مسج بخير. كم مسج دزيت يا نواف؟ والله دزيت مسجين طال عمرك. هلا؟ دزيت مسجين. مسجين؟ مسجين او حتى لو مسج واحد قد يأهلك للفوز او لدخول الهواء ويانا. اذا اخوي نواف روح نتابع وياك التو بوكس. توكلنا. يلا تفضل. طبعا عندك مجموعه تقني اللي هي تمهل حلفت عمري لا انت ويا واحد ولا ابو الجدايل. لا يا ابو الجدايل. حلفت عمري. هلا؟ حلفت عمري. حلفت عمري حق من هدائك يا نواف؟ هدايا حق الوالد والوالدة. واصل، خليهم لك يا رب. حق الأخوان وحق شعب الكويت كله. واصل إن شاء الله. إذن اخترت عن الأغنية واخترت هدائك، تلعب ويانا؟ تفضل نلعب. يلا. طبعا راح أعطيك مصطلح كويت، تعطيني شنو معنات المصطلح هذا. السفرة، شنو يعني السفرة؟ يصل عصاد التلفزيون يا ابو نيف. السفره هذا ماكل مائده. هلا؟ نفرش حق الاكل. السفره. السفره هي دائريه الشكل مصنوعه من الخوص يجلس حولها افراد لتناول الطعام. أيوه. ويا سلام عليك يا على سفرتك معمره في رمضان. حبيب. اذا نفست ويانا طبعا باشتراك دي اسئله لمده 3 شهور بسرعه 1 ميجا مقدمه من شركه كيمز، ودائما كيمز تعودنا على الافضل والاسرع والاقوى. بعدها الأكوا بارك والوناسة والتسلية قبل لا يصير الشتاء. روح عندك 5 دعوة لخمس أشخاص إلى الأكوا بارك، وطبعا ساعة جميلة ورائعة، ساعة يد ماركة إيفال مقدمة لك، وبالمبارك عليك يا نواف يا خالد. الله يبارك فيك حبيبي، مشكور، جزاك الله خير حبيبي، يعطيك العافية. إذا متابعينا نواف فاز، وشوفوا الهدايا اللي قاعد تزيد يوم عن يوم، وباشر العقبة العقبة راح تلاحظون الهدايا كل ماله وتزيد. روح وياكم شوف الأغنية ورد تكونوا ويانا. حلفت عمري أشوف صورة ملامح فيها من رسمك، حلفت إني ما أفتح يوم كتاب يحمل معاني اسمك، حلفت عمري ما اشوف صورة ملامح فيها من رسمك، وحلفت اني ما افتح يوم كتاب يحمل معاني اسمك، حلفت عمري ما اشوف صورة ملامح فيها من رسمك، حلفت اني ما افتح يوم كتاب يحمل. اذا نعود مجددا لكم بعد هذه الاغنيه، وايضا لدينا وعندنا العديد من الاتصالات، ونذكركم مره ثانيه طريقه المشاركه لاسفل الشاشه، حفلها او حرف الاتش على زين وطنيه فيفا، او ايضا حرفها او حرف الاتش على او من السعوديه اللي هي CTS
او موبايلي او اذن الشريط الابيض اللي قاعدوا دائما تلاحظون فيه هني وغني طوال. اليوم قاعد يطلع لكم للمشاركه بهني وغني حسب تديره وشركاتها. اذا متابعينا حبايبنا اتصالاتنا كثيره مكملين وياكم ونقول الو 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 مساء الخير. الو مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والكرامه يا هلا حياك الله يا فهد حبيبي يعطيك العافيه. الله يعافيك اخبارك طول عمرك ان شاء الله تمام من عواده ان شاء الله. العفو بس ما اسمع صوتي يقطع يا فهد. اقول عساك من عواده ان شاء الله حبيب قلبي اجمعين اخبارك حبيبي عساك من صيام وقيامه يا فهد. جزاك الله خير الله يتقبل منا ومنك ان شاء الله. حبيب قلبي فايز ان شاء الله ويانا عسى الله يحفظك ان شاء الله فايزين باذن الله. روح وياك تتابع التو بوكس او المنيو. عفوا بس انا مو ما يتابع التلفزيون. لا راح اقول لك بالفهود حبيبي حبيبي غالي. عندنا الاغنيه الاولى تمهل، الاغنيه الثانيه لا انت، الاغنيه الثالثه يا واحد، الرابعه لا يا ابو الجدايل. ما ادري والله يعني اختار من واحده من اختار واحده وعطني اهدائك. الاخيره اهدائك هدايا للوالده. للوالده زين. اي 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 اغنيه تبي اللي قلت عفوا اخر واحده شوفوا لا يا ابو الجدايل. لا يا ابو الجدايل يلا يا سلام عليك. يلا تلعب ويانا ماشي. راح اعطيك مصطلح كويتي قديم تعطيني شنو معناته. مصطلح كويتي قديم. اي كلمه كويتيه قديمه. حلو. المخمه شنو يعني المخمه؟ المخمه بالعربي بالعربي الفصيح. المكنسه كهربائيه ولا لا يدويه؟ يا سلام عليك لتنظيف الارض وهي مصنوعه من جريد وخوص الاخر. طول عمرك يعني جابتنا صح؟ يا صح فعليك حبيبي طول عمرك. شايفين لك فهد وشكلك عاد صالك طبعا فزت ويانا باشتراك دي اس ال لمده 3 شهور بسرعه 1 ميجا مقدمه من شركه كيمز. ودائما كيمز الاقوى والافضل والاسرع والاكوا بارك والوراسه والتسليه والمتعه وتكسر حد الصيف باحلى زياره انت وعائلتك يا عدد 5 اشخاص دعوه الى الاكوا بارك. وعشان تكشخ حق العيد راح نعطيك ساعه يد ايفال. إذا متابعين حبايبنا برنامجنا مكمل لكن نطلع أغنية ورد لكم كونوا ويانا. لا لا يا ابو الجبايل لا تغلى علينا لا لا تنسى زماني وعشرتي والصداقة. لا لا يا ابو الجبايل لا تغلى علينا اذا متابعينا عوده مجدده اليكم مره اخرى ونذكركم بالارقام الظاهره اسفل الشاشه. ديز مسج مسج واحد قد يأهلك للفوز وكل ما زادت اكثر كل ما كانت فرصتك بالمشاركه اكبر فاسرع. اذا حياكم الله ويانا وعلى قولة اخوي جاسم الباوي في برنامج كاش مبلاس الشاهد ما تقشمر وما عمره راح تقشمر وراح ادمتكم بجوائز تهبل على قولتهم. ناخذ ياكم اتصال احمد راشد. احمد راشد الو اهلا مساك الله بالخير. مساك الله بالنور ابوي شلونك احمد؟ الله يسلمك مبارك عليكم. شلون صحتك؟ علينا وعليك تبارك اخبارك؟ والله بخير. شلونك ويا رمضان؟ والله معلش ماشي الحمد لله. الحمد لله نحمده وياك حبيب قلبي. راح نشوف الحين وياك التوب بوكس او المنيو تختار الاغنيه واهدائك حق منو. نشوف وياك التوب بوكس. قصر على على صوت التلفزيون احمد. طبعا عندك مجموعه اغاني تمهل لا انت يا واحد. اختار لك اغنيه يا واحد. يا واحد حق منو هدائك؟ والله هدايا لكم ان شاء الله حبيب قلبي. واصل واصل هدائك. يلا احمد تلعب ويانا. يلا بدينا. راح اعطيك مثل تكمل المثل. حلو قصر على صوت التلفزيون. قصر على صوت التلفزيون احمد. المثل يقول اذا حبتك عيني ما ضامك الدهر. يا سلام عليك وانت فايز. يا سلام عليك
إذا طبعا